اي حاجه عندنا هنايا سميتها بليزير شي حاجه اللي مال فيو الوغ كو في التلفازه اللي شفنا الحرب والدم والقتيله كتجينا عادي دونك سي مالوغو كو الحب ولا جريمه ولا فيولونس ولات عادي. مرحبا بكم في كولتور ميكس، الموعد اللي كتكتشفوا فيه الفنانة اللي تعجبكم من خلال القصص، الكتب، الافلام، الموسيقى اللي كبروا معاها واللي كيلقاوها هنا في لي ميدياتيك ديال لي زانستيتو فرونسي دو ماروك. واليوم احنا في الدار البيضاء مع الرسامة ديال القصص المصورة زينب الفاسيكي. مرحبا بك معنا زينب. شكرا. كلشي بخير؟ كلشي بخير. هاد السيدة تيلمون سمعت حشومة وقالت حشومة غنصيب لنا كتاب، وداك الشيء اللي بغينا نكتشفوا اليوم غادي نمشيو نكتشفوا معها لا ميدياتيك. يلا زينب، وني في لا ميدياتيك ديال لانسيتو فرونسي ديال الدار البيضاء، واحده من اجمل لي ميدياتيك اللي كاينين في المغرب. لي غيون ما كاملين قدامك، تشهي واختاري. غنختار النساء. نبداو بالنساء. لا يلا. سيمون دو بوفوار. وي، هذا هو اول كتاب فيمينيست قريتو كي ماركي فريمون لا جونيس ديالي، و سي ان كلاسيك. سيمون دو بوفوار سي ال كي سي لا فونداتريس دو لا فيلوزوفي فيمينيست. اي ان فيت علاش عجبني هذا الكتاب؟ باسكو قالت فيه هذه المساواه اللي ما كايناش بين المراه والراجل هي هيستوريكمون الي كونستخويت، كتهضر على المراه خصها تكون فريمون انديبوندونت، ما تبقاش في داك لو بياج ديال عايشه باش نتزوج. سي ان ليفر كي بولفيرسي ما جونيس ان فيت، اي دوكو شفت كيفاش المجتمع كيفكر وكيفاش انا كنفكر، وهادشي علاش بديت كنرسم كنكتب. اي دونك هذا الكتاب هذا جو لو ريكوموند بوكو بور لي جون في فاطمه المرنيسي لا سوسيولوج ماروكان. مي سيغ وي الله يرحمها. اون فيت علاش كتعجبني الخدمه ديالها؟ حيتاش هضرت على الاسلام اي ديموكراسي، سا فو دير هاد لو ديليم ما بين الاسلام والديمقراطيه في الحريات. مي هي كتعجبني الطريقه ديالي كيفاش كتهضر عليها، كتقول باللي الاسلام الي بازي سور ليغاليتي، الي بازي سور لو ريسبي دي زوتر. شنو خلات كايرت فاطمه المرنيسي نقدروا نستافدوا حنا كمجتمع مغربي منه باش با الى ريبوندو على كيسيون است كون فام بو ديريجي ان ايتا مسلمان؟ Et la réponse est oui. Et donc, pour moi, c'est... Ah, je vois à côté. Ah, bah... Le mot de... L'Ani, Hchouma. Hchouma, Hchouma, Hchouma. C'est une phrase qui a beaucoup d'entendu. Oui, c'est une phrase que tu entends tous les jours dans les rassemblements. Il y a tout ce que je sais que j'ai rassemblé sur le corps de la femme. Et c'est une chose qui est Hchouma dans le Maghreb. Et voilà, donc Fatima Mernissi, Simon de Beauvoir, je vous remercie. C'est un Hchouma. Alors, c'est une chose qui est un roman graphique, c'est de la fiction, c'est de la littérature, c'est quoi? C'est un guide éducatif, en fait. En fait, on a quand je parle l'identité de genre, les orientations sexuelles, l'éducation sexuelle, la culture chouma. Et en fait, c'est pour les ados, pour les adultes, c'est juste pour comprendre le corps et la sexualité. Et surtout, quand on dit que le corps et la sexualité, on a juste deux concepts qui sont en face. Par exemple, quand je vois un tableau fait de la femme, qui j'ai dit que c'est le chouma ou le fitna, alors que je suis le chouma de la femme. Je vois le rayon de la bande dessinée. Parce que انايا علاش غنقلب على لي بون ديسيني؟ باسكو ليماج بوغ موا عندها واحد لو بوفوار. جو كومونس باغ حبيبي، سي ليستوار ديال دو جون اسكلاف دون ان بيي اراب ايماجينير. اي ان فيت الى ايلستري دي فريز ايستوار دو لانسيان تيستامون اي دو كوران. سا ايلستري اي كوم فو فويي الى كاليغرافي اراب. Et donc pour moi, il a illustré la culture viol dans c'est un peu cliché dans la région MENA, mais il faut pas nier que c'est la réalité. Ou mais quand qu'est-ce que des symboles, par exemple, de la culture islamique, c'est fameux, par la calligraphie, par le Coran, ou quand on regarde le rasme, les kinés qui est considéré haram, aslan, kifach ntia ka fnana f mujtama arabi ou muslim, katqdri تخطي هاد لي كريتيك هادو باش تقول لهم لا ما تشوفش، ما توقفش عند الراس السبعي، وقف عند الميساج اللي كنحاول نيش عليه. سي بور سولا كتعجبني فاطمه بنيسي، حيتاش الناس يقولوا بلي الرسم حرام، كلشي حرام، الوغ كو بالنسبه لي الاسلام ماشي هو نحرموا كلشي كما كنقولوا، كاين الاجتهاد، فما نبقاوش عايشين في واحد العقليه ديال شحال هادي. اي اون اغيف او غيون ادو. لو باسور. الوغ هذا هو اول كتاب قريت في حياتي، كان في عمري 13 عام. وهذا سي بور لي زادو، دونك سي اون هيستوار دو سيونس فيكسيون اللي لو بيرسوناج برينسيبال سي ان ادو اللي هو الوحيد هادشي في المستقبل، هو الوحيد في لا جينيراسيون ديالو اللي ضد يعني كيفاش المجتمع كيفكر. لوتور اللي كريتيك لا سوسيتي كومون اي شيرش لا بيرفيكسيون، اي اون سو بير في هاد لا بيرفيكسيون، دونك اون دوا سيكلاتي. هادشي كيبان شويه معقد بوغ ان انفون دو 13 ans. شنو اللي كان في هاد الكتاب خلاك تحبي القرايه من خلاله؟ سي بور لي زادو، سي ان ليفر ا 13 ans، il est parfait. Ça, à découvrir. Je pense que là, on va trouver des choses qui vont te plaire aussi parce qu'on arrive vers
d'autres BD. Persepolis, Anna Bensbelia, c'est la meilleure BD parce que Marjane elle a illustré avec la révolution islamique qui était en Iran, شعار ديال la BD et la résistance. واش ملي كنشوفوا موضوع مصور في اون بي دي كناخذوه باقل جديه من كان انه مكتوب كتاب ولا اون تيز ولا داير عليه ان دوكيومونتير ولا شي حاجه. اون فيت البوبليك انواع، كاين البوبليك اللي هي فيزوال، كاين البوبليك اللي هو سمعي، كاين بزاف ديال الانواع. انا باغ اكزومبل جو في بارتي دو بوبليك اللي هي فيزوال، مي جيم بيان كونت اون اكري دي ايماج اوسي. هذا سي دانييل كلاوس، سي ان غران بديست، اي ان فيت سي اون هيستوار دامور سيكيديليك اون فيت، اي لي كولور الى لاحظت فيه. اي لي بلو بوب جوستومون. واه في لي كولور ديالي كاين ديما بحال هاد الصفر الزرق الاحمر، دونك هاد لونيفر هذا مثلا تا هو زوين. لو دانييل اللي غنهضر عليه هو رياض ساتوف جو سوبوز باسكو انكونتورنابل اوسي. الوغ هذا كان كيرسم رياض ساتوف شارلي ابدو اللي راك عارف الناس ما تقبلوش الرسومات شارلي ابدو وهاجموهم. هنا جمع كاع لي بلونش اللي كان كيرسمهم في لو جورنال شارلي ابدو في كتاب واحد لا في سيكريت دي جون. اصلا انا باش نصيب حشومه يعني كان خصني نقرا هذا اللي الهمني بزاف. لا في المجتمع ديالنا لا في مجتمعات اخرى الجسد ديال المراه كيبقى طابو، علاش؟ عندنا الثقافه ديال الحشومه مثلا في المغرب بسبب التقاليد، بسبب الدين، سورتو اي حاجه عندنا هنايا سميتها بليزير شي حاجه اللي لي مال فيو. سي بور سولا كتبت في حشومه وقلت الفو ديبيناليزي لو بليزير. الوغ كو في التلفازه اللي شفنا الحرب والدم والقتيله كتجينا عادي، دونك سي مالورو كو الحب ولا جريمه ولا فيولونس ولات عاديه. وصلنا لوريون دي في دي اللي باقي غنساليو فيه، شنو غادي نلقاو لك؟ لو فابيلو ديستان داميلي بولان. سي تاميلي اميلي بولان. Et si elle changeait votre vie? Le clone d'elle en cheveux. راه نهار شفتو مشيت عند الكوافور نيشان قطعت شعري والقصه ديال اميلي بولان دايره بحال القصه ديالي. دايوغ عاد كنت في مونمارتر في باريس. فسر لي كيفاش القصه ديال زينب الفاسيكي قريبه من قصه اميلي بولان. اون فيت سي با لو سيناريو ديال الفيلم، مي كومون اميلي كون بيرسوناج سي فريمون موا. يعني كيفاش اي حاجه كنشوفها في هذا العالم كنشوفها بواحد الطريقه مختلفه على الاخرين، وديما كنبغي يعني هي كتبغي تساعد واحدين اخرين، مخبعه كتبغي تقلب على السعاده ديال الاخر. غادي نساليو ونفكروا بان كي غتكوني قريب في لو سالون انترناسيونال دو ليفر ديال الدار البيضاء في لو ستاند فرونسي اللي غادي يستضيفك باش تقدمي لو ليفر ديالك حشومه. غادي تكوني وسط بزاف ديال الكتاب عالميين، بزاف ديال لي فاني غادي يكتشفوا الفن ديالك تدخل اول مره. عاودني على التجربه اللي غادي تعيشي وكيفاش تو اكسيتي بور. جي ترو هات، فرحانه بزاف. دايوغ جو لي رميرسي بور لانفيتاسيون، هات دو فو فواغ. وهذا هو الهدف الا درت الكتاب ديال الحشومه، هو باش نجمعوا بزاف ديال سورتو لا نوفيل جينيراسيون حيت هما الامل ديال المغرب، وكم سا نديرو دي ديبا. اي ميرسي بوكو بور اجوردي. شكرا لك انت. جميعا غادي نتغلبوا على الحشومه وغادي نتلاقاو قريب في حلقه جديده من كولتور ميكس. شكرا بزاف زينب. شكرا لك انت. شكرا لكم انتم، ديروا لايك، سبسكرايب، شير، كاع اللي كيبغي ديجيتال باش تشاركوا الحب ديالنا وديالكم لا كولتور. اي ا بيانتو.